السلام عليكم. اليوم سوف نتكلم عن مسلسل عاشور العاشر من البداية إلى النهاية وكيف بدأت فكرة هذا المسلسل. لكن قبل البدء لا تنسى دعم هذا المقطع بإعجاب. السلطان عاشور العاشر هو مسلسل كوميدي جزائري عرض لأول مرة في إنتاج برود آرت فيلم في رمضان 2015 على قناة الشروق، ومن إخراج وتأليف جعفر قاسم، بطولة صالح أقروت، سيد أحمد أقومي، مدني نعمون، وياسمين عماري، وسهيل المعلم. تدور أحداث المسلسل في مملكة خيالية في مكان ما بالجزائر بين القرن الحادي عشر والثاني عشر، تدعى المملكة العاشورية، يحكمها السلطان عاشور العاشر. وتروي مغامراته اليومية مع زوجته وأبنائه وشعبه والممالك الأخرى. صدر مسلسل عاشور العاشر في الموسم الأول المرتبة الأولى كأكثر مسلسل مشاهدة حسب معهد إيمار، ويعتبر المسلسل أضخم إنتاج جزائري كوميدي. قدرت تكلفة هذا العمل نحو 20 مليار، وتم تصويره في دولة تونس باستوديوهات طارق بن عمار، والتي صورت فيها فيلم الذهب الأسود. دعونا نتعرف عن قصة مسلسل السلطان عاشور العاشر. في الموسم الأول، عندما كان السلطان بوعلام التاسع على فراش الموت، أمر بإحضار سيف السلطان لتعيين من سيخلفه من أولاده، الأمير كمال والأمير عاشور كما جرت العادة. بعد وفاته قام الوزير قنديل بتتويج الأمير عاشور، غير أن الأمير كمال لم يعجبه الأمر لأنه كان مؤهلا أكثر للخلافة. منذ ذلك اليوم هاجر الأمير كمال المملكة ولم يلمح أحد. بعدها مرت سنوات عديدة واتخذت المملكة باسم المملكة العاشورية تيمنا باسم السلطان عاشور العاشر. في الموسم الثاني يكتشف عاشور العاشر في الجزء الثاني أن أخاه كمال الذي كان عاشور ينتظره لمدة 40 سنة قد قتل من طرف الباجي الذي هدد بقتل ابنته من طرف الوزير الشرير قنديل. يذكر أن برهان كان سندا للأمير كمال، والذي ورغم أنه كان السلطان الشرعي بدلالة سيف السلطان إلا أنه دفنه في قبر أبيه بوعلام التاسع. فقنديل نصب عاشور سلطانا لأن كمال لم يكن يرضخ لمطالبه مثل عاشور، فهرب كمال في تلك الليلة ولقيه الوزير قنديل، فلم يكن للأمير حلا سوى ضربه بالسيف فجرح له عيناه. وبعد مدة طويلة عاد الأمير كمال لزوجته وابنه، وفي يوم من الأيام قتله الباجي ورجاله رفقة زوجته، إلا أنه شفق على ابنه الصغير وهو جواد وهو السلطان الشرعي. فعند علمان عاشور بذلك سجن الوزير قنديل ومنح لجواد السلطة عندما عاد من الموت، أي المكيدة التي وضعها له الوزير. ولكن جواد لم يأخذ السلطة لشفقانه على عاشور، مثبتا له أنه سلطان الجميع بشرط أن يزوجه بابنة عمه الأميرة عبلة، والتي يطالب بنيامين بالزواج بها، فمنحه إياها. وانتهى المسلسل الذي شهد عدة حلقات منها الكسلاء وامتحان البكالوريا وثورة النساء واحتلال النساء للمملكة وميراث ماريا وجيش المكاسير وفرصة الجنرال والوباء وانتقام حمودي والألعاب الأولمبية وديمقراطيس وليلة الشك. وانتهى المسلسل بسهم مثير للجدل، ولم يعلم أحد إذا أصاب أم أخطأ، فكانت هي هذه النهاية. بخصوص الموسم الثالث، أضاف جعفر قاسم أن فريقه بصدد تحضير الديكورات والملابس لتصوير الجزء الثالث من عاشور العاشر قبل شهر رمضان. إلا أن في شهر رمضان، وكما نشاهد في هذه الحلقات، أن جعفر قاسم قام بتغيير بعض الشخصيات الرئيسية، ومن أبرزها الممثل القدير صالح أقروت بالممثل حكيم زلوم. وهذا المسلسل الذي يعرض الآن على قناة الأرضية التابعة للتلفزيون العمومي الجزائري، والذي يعرض أيضا أحداثا ومشاهدا من الواقع وكأن المجتمع الجزائري يعيشها بالمشهد الواحد. وفي الأخير، ما هو رأيكم في الجزء الثالث من مسلسل عاشور العاشر؟ وما هو تعليقكم على الدور الذي قام به الممثل القدير حكيم زلوم بالنيابة عن الممثل الكبير صالح أقروت؟ وهل تتوقعون عودة صالح أقروت
إلى منصبه ذات يوم.